وسط توتر إيراني أمريكي، شهدت الأجواء الإيرانية كارثة جوية راح ضحيتها 180 شخصا كانوا على متن طائرة ركاب أوكرانية أقلعت لتوها من طهران. وأفادت وكالة أنباء إيرانية بأن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 سقطت بسبب مشاكل تقنية، مؤكدة مقتل جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة. وتحطمت الطائرة بعد قليل من إقلاعها من طهران في طريقها إلى كييف، وسقط الحطام في مدينة شهريار الواقعة غرب العاصمة الإيرانية. وذكرت شركة بوينغ أنها تتابع تقارير وسائل الإعلام الإيرانية حول سقوط الطائرة، مضيفة على لسان المتحدث باسم الشركة أنها لا تزال تجمع معلومات حول الحادث. وبحسب فرق الإنقاذ التي وصلت إلى موقع الحادث، فإن بقايا الحريق أدت لصعوبة الوصول إلى أشلاء الضحايا. وبحسب خدمة فلايت رادار لتتبع الرحلات الجوية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تعمل منذ نحو 3 سنوات ونصف.